وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة الدولية وتعزيز التعاون فيما بينها. كما اتفقنا على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات التجارة العالمية، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعزيز التعاون فيما بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.